الو، ايوه ازيك يا سيما؟ الحمد لله تمام. يعني انا مبسوطه انا مع حضرتك النهارده بجد. الله يخليكي. طب اتعرف بيكي. ساره. لا مش سامع. ساره كم سنه؟ 18 سنه. مرتبطه يا ساره؟ لا، بس هو في حد في حياتي. يعني هو لسه داخل الكليه، كليه الطب سنادي. بس الفكرة ان هو يعني احنا كمستوى اجتماعي عادي، يعني مش غني ولا حاجة الحمد لله، يعني ربنا. بس الشخص ده يعني مستوى الاجتماعي عالي جدا. لما اتعرفت على الولد واتكلمنا وكل الكلام ده، حد شخصية مميزة، ابن ربنا جدا، تفكيره كبير، يعني شخصية مميزة. أنا شايفها إن هي شخصية مميزة. كان أول مرة أو تاني مرة بالظبط إن هو يتكلم مع بنت أصلا في حياته كلها. فلما ابتديت إن يتكلم وكده، في سنة هو بيدي اهتمامه، في إن هو بيدي كلام حلو. بس اللي أنا مش عارفة اللي هو أنت بتدي كلام حلو عشان في فيلينج أو مشاعر بالنسبة لك، ولا أنت من شخصك كده؟ وهل لو فعلا حصل حب وكده، ممكن عيلتك يتكلموا ويقولوا مستوى اجتماعي وكل الكلام ده؟ ممكن في ناس عندها عقد نفسية بيبقى كده، بيقفوا في الحتة دي، او باباهم موته يعترضوا ويقولوا لا مش زيد، احنا عايزين لك حد من قرايبنا والكلام ده. لا بصي، عايز اقول لك حاجة. تعالي بس نحط النقط على الحروف عشان ابقى فاهم اكتر. انت قلتي هما من مستوى اجتماعي عالي جدا، وانتي في المستوى الاجتماعي متوسط. العادي خالص. حلو قوي. انتي بتقولي مستوى اجتماعي ولا مستوى مادي؟ عشان في فرق كبير على فكرة. لا مادي. يعني بص، هو بابا يعني مقاول كبير وعماير والدنيا. احنا عادي يعني، كل واحد ربنا يعني خلى بابا يعمل لنا شقه وبيت وكل الكلام ده، بس مش زيهم. حلو قوي. حلو قوي. ولكن نفس المستوى الاجتماعي، هم فرق في المستوى المادي. فرق في المستوى الاجتماعي ده ان هم انت تبقي من مستوى عادي متوسط، وهم ناس كلاس قوي من اللي بياكلوا بالشوكة والسكينة وبيتكلموا فرنساوي في البيت، وده المستوى الاجتماعي المختلف. انت فاهمة؟ فاهمة. بس هم لا، ناس عاديين زيكوا، بس ربنا كرم ابوه وعمل قرشين كويسين واشتغلوا كده. ده حقيقي. اعتقد في الحالة دي لما يجي يجوز بنته، لو هو راجل كويس وراجل بيفكر كويس، وانت بتقولي الولد بتاع ربنا وولد متربي وكويس، اكيد اللي ربى ابنه وطلعه بتاع ربنا كده، لما يجي يجوزه هيبقى محتاج ياخد له بنت طيبه من عيله طيبه بتاعه ربنا زيه، مش هيبص ابوها عنده ولا ما عندوش. ما هو الفكره اللي هو ممكن يختار اللي هو شايفه، اللي هو يفرض رايه عليه. انا مش عارفه بقى ايه اللي ممكن يحصل. سيبي بقى الظروف دي لما تبقى تحصل. وخايفه ان انا برضو هيكون بالنسبه لي ده اول علاقه او اول حب وكده، مش عايزه ان انا اتجرح في اول حاجه كده تحصل في حياتي. يعني لا، احنا مش عايزين نوصل لكده. وبالتالي محتاج منك شويه حرص. نادرا ان انت تلاقي شخص بالمنظر ده. يعني بصي، مفيش حاجة نادرة في الزمن ده، كل حاجة موجودة. ولكن خلينا نقول بقى ان الامور تمشي بحرص شوية. يعني مبدئيا انتي بتقولي هو بيقول كلام حلو بس ما قالكيش ان هو بيحبك. انتي كمان تفرملي بقى خالص لحد ما يبين كرامة، يبان هو عايز ايه، هو بيحب ولا مستلطف الحدوتة ولا شايفك صديقة طيبة ولا ايه. فانتي برضو مش هيبان ده الا لما تبتدي تعززي نفسك شويتين، وهو هيبتدي يقرب ويعترف لك ويقول لك هو اذا كان بيحبك ولا هو شايفك صديقه، وهيبان الكلام جدا. لما الولد يحبك ويلتزم بيكي وينجح في حياته، وابوه يلاقي حياته حلوه وهو بيحبك والدنيا ماشيه وتمام، هيتمنى له الخير. انما لو لقى حياته كعبلت معاكي وبدا يسقط وبدا يبقى مهمل وبدا يتغير وبدا هنا، ابوه اعتقد هيتضايق. اي اب يتمنى لابنه كل الخير، وكل الخير ده بيبقى
لا يقدر لا بفلوس ولا بنسب ولا بأي حاجة، طالما الناس طيبين والبنت أهلها طيبين والبنت محترمة، ده بالنسبة لي وبالنسبة لأي أب محترم هيكون كل الخير.